السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبايبي النهاردة في فيديو جديد. ان شاء الله النهاردة جايبالك وصفة حلوة قوي. الوصفة دي التفتيح وتبييض هتخليك يا عروسة كل يوم لجوزك ان شاء الله. من الوصفات الحلوة قوي وكمان مكوناتها بسيطة جدا وموجودة عندنا كلنا في البيت. ايه مكونات الوصفة بتاعتنا؟ يلا تابعين الفيديو النهاردة تحفة جدا جدا. مكونات بسيطة وسهلة. ايه المكونات بتاعتنا؟ هنشوفها دلوقتي ونعملها مع بعض. بس لو انت اول مره تدخلي قناتي اشترك معايا واضغط على زر الاشتراك او سبسكرايب وكمان اضغط على الجرس عشان كل فيديوهاتي الجديده توصل لك باذن الله. يلا نشوف وصفتنا ونعملها مع بعض. هنبدأ دلوقتي نقول مكونات الوصفة بتاعتنا. اول حاجة هحتاجها معايا النهاردة ان شاء الله هو الحليب. اي نوع من انواع الحليب عندك، سواء برضو ممكن تضيفي بدل الحليب ممكن يضيف اللبن الرايب او الحليب اللي هو كامل الدسم. الحليب يا بنات جميل جدا جدا لتفتيح البشرة وبيخلي البشرة صافية وجميلة جدا جدا. انا هحتاج معايا النهاردة معلقتين اتنين فقط من الحليب ده، وهقولك باقي المكونات بتاعتنا. تاني حاجة هحتاجها ان شاء الله في الوصفة بتاعتي دي هي حبة واحدة من البطاطس. البطاطس بتاعتنا اول حاجة طبعا لازم هقشر البطاطس كويس جدا واشيل القشرة بتاعتها علشان انا محتاجة البطاطس نفسها. وبعد كده هعمل ايه؟ هبدأ اقطع البطاطس واقطعها مكعبات صغيرة، وهجيب طبق معايا وهضيف فيه البطاطس، هولع عليها على النار وهضيف عليها كوباية مية، هسيبها لحد ما تستوي خالص وتبقى سهلة ان انا اهرسها واخليها طرية خالص معايا. هقطعها وههرسها بالشوكة زي ما احنا شايفين كده. هبدأ اقطعها كويس جدا واهرسها بالشوكة بعد ما تستوي. تمام، ده بالنسبة لحبة البطاطس. طيب انا هحتاج معايا برضو في الوصفة دي معايا ليمونة. لو انت بشرتك حساسة مش هحتاج الليمون، لكن لو بشرتك عادية وبتتحملي الليمون يبقى انا هاخد نص ليمونة هحتاجها معايا النهاردة في الوصفة بتاعتي دي. تمام، برضو معايا هنا في الوصفة بتاعتنا معايا القهوة او البن. هنحتاج معلقة من القهوة او البن. الوصفة دي فايدتها بقى انها بتعمل تفتيح جميل جدا للبشرة، وكمان تفتيح لاي مكان فيه اسمرار او داكن في الجسم باذن الله تفتيح هتشوفيه مش هتصدقي. وكمان غير انها بتخلي الجلد طري ورطب جدا ان شاء الله. طيب هعمل الوصفة بتاعتي ازاي؟ يلا بينا هنشوف دلوقتي هنعملها ازاي. تابعي اخر الفيديو هتستفادي ان شاء الله بكل حاجة بنقدمها في الوصفات بتاعتنا على قناة جيجي كل حياتي. معايا البطاطس بعد ما سلقتها زي ما انتم شايفين كده وسويتها كويس جدا، هبدا اضيفها دلوقتي في طبق وهبدا اهرسها جدا واخليها ناعمه قوي. هضغط عليها بالشوكه بحيث ان انا اهرسها وانعمها خالص خالص. بعد كده هبدا اعمل ايه؟ هبدا اضيف معلقتين من الحليب وهنقلبهم برضو كويس جدا. اخر مكون برضو اللي احنا قلنا عليه هنضيف معلقتين من القهوة او البن. ولو انت بشرتك مش حساسة هتضيفي قطرات بسيطة من الليمون، لكن لو انت بتتحسسي من الليمون يبقى بلاش نضيف الليمون معانا في الوصفة دي. الليمون فايدته برضو ان هو بيعمل تفتيح حلو قوي وكمان بيخلي ريحة الجسم حلوة جدا. ان شاء الله الوصفة دي جميلة قوي قوي وهتعجبكم باذن الله. هنقلب كويس جدا الوصفة بتاعتنا بحيث ان انا احتاج القوام يكون معايا كريمي، وان شاء الله باذن الله اقلب كويس جدا جدا زي ما انتم شايفين. وهبدأ اعمل ايه بقى طريقة استخدامي للوصفة دي؟ اهم حاجة لازم نغسل المكان اللي احنا هنضيف عليه الوصفة، نغسله كويس جدا.
طبعا بالميه والصابون او بالغسول اللي انا دايما بقول لكم عليه غسول درمويد. لو انت عندك غسول درمويد جميل جدا جدا زي ما قلت لكم انا بحب استعمل الغسول ده باستمرار روعه جدا يا بنات لغسيل البشره. انا بستعمله مرتين، مره الصبح ومره بالليل، بتجيبيه من الصيدليه ومش غالي، ثمنه 48 جنيه تقريبا، يعني بيستنى معاكي فتره طويله قوي، بيكفيكي اكتر من شهرين. هنغسل بيه بشرتنا او ممكن تغسلي بشرتك عادي بالصابون الطبي او الصابون الجريسبي. بعد كده هشطف بشرتي ونضفها وجففها بالمنشفه. حاولي وانت بتغسلي بشرتك بعد ما تنشفيها ما تضحكيش جامد قوي بالفرشه، لا بالمنشفه. حاولي وانت بتنشفي الميه تطبطبي كده على البشره بالراحه جدا، ما تدعكيش جامد بالفوطه عشان ما تجرحيش البشره. وبعد كده بقى هنجيب الكريم بتاعنا اللي احنا عملناه والوصفه بتاعتنا، هبدا افردها على البشره. ممكن تستعمليها برضو للايد، ممكن تستعمليها للعنق، للكوع، لاي مكان فيه اسمرار وداكن في البشره، ان شاء الله بتعمل لك تفتيح جميل جدا جدا. هنسيبها على بشرتنا قد ايه؟ هنسيبها على البشره من 10 دقائق لربع ساعه. الوصفه دي يا بنات هايله جدا جدا وبتعمل تفتيح جميل هيعجبكم ان شاء الله. هتكرريها كل يوم، ممكن تستعمليها يوم او يوم لا حسب ما انت تكوني فاضيه او حسب درجه التفتيح اللي انت عايزاها. ان شاء الله بتديكي تفتيح اكتر من 3 درجات ونتيجتها هايله جدا جدا. لو اتبقى معاكي كميه من الوصفه دي ممكن تحبيها في برطمان صغير وتعينيها في الثلاجه هتستخدميها برضو، بس طبعا صلاحيتها ما تنفعش اكتر من يومين او 3 ايام، وخاصه لو انت مش حاطه عليها ليمون، لو مضفتيش عليها ليمون مش هتستنى معاكي اكتر من يومين، لان البطاطس بتسمر وما بتبقاش كويسه بعد ما تستنى اكتر من يومين. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله الوصفه دي سهله وجميله، ان شاء الله باذن الله تعجبكم. حبيب قلبي دي كانت الوصفه بتاعتنا. حابه اقول لكم بقى شويه نصايح جميله جدا هتستعمليها لبشرتك بالذات. حاولي ان شاء الله باذن الله ان انت اول ما تقومي من النوم تغسلي بشرتك، حاولي تغسليها دايما بالصابون الطبي او الصابون الجريسرين. قبل ما تنامي ممكن تمسحي بشرتك بعسل النحل. عسل النحل يا بنات جميل جدا جدا للبشره، بيخلي البشره صافيه وجميله، خاصه لو ضفنا عليه معلقه صغننه من خل التفاح ونمسح بيه بشرتنا بيزيل اي تجاعيد، وكمان لو في مسام واسعه في البشره ان شاء الله باذن الله بيسدها. العسل ده من الحاجات المهمه جدا جدا للبشره، بتخلي البشره دايما صافيه وما فيهاش اي تجاعيد. زي ما انتم شايفين انا دايما بستعمل الوصفه بتاعه العسل والخل دي قبل ما انام، او ممكن برضو لو انت مش حابه تحطي خل وعسل، في عندنا كبسوله من فيتامين اي وكريم بانسينول بتجيبيه من الصيدليه، برضو ده بيزيل اي تجاعيد موجوده في البشره ان شاء الله. استعمليه برضو كل يوم قبل ما تنام. اهتمامنا ببشرتنا ده بيبقى من علامات الجمال الجميله، بتخليكي دايما جميله وبشرتك زي القمر ان شاء الله. يا رب تعملوا التعليمات اللي انا قلت لكم عليها دي وتعملوا الوصفه بتاعتنا ان شاء الله تستفادوا بيها. حبيب قلبي دي كان الفيديو بتاعنا، ان شاء الله يكون في متناول الجميع، مكونات سهله وبسيطه. ما تنسوش حبيبي تشجعوا جيجي ب 10000 لايك ان شاء الله، ويا رب الفيديو يكون سهل وبسيط بالنسبه لكم. حبيب قلبي يا رب تستفادوا بالفيديو النهارده، الوصفه النهارده جميله جدا جدا وان شاء الله تعجبكم. وصفه سهله وبسيطه ومكوناتها في متناول الجميع، بتعمل تفتيح وتبييض جميل جدا للبشره وللجسم واي مكان داكن في الجسم، ان شاء الله هتخليكي عروسه جميله باذن الله دايما. تفتيح وتبييض باذن الله. حبيب قلبي ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تحطوا لايك للفيديو وتشيروا لاصحابكم على الفيسبوك وتويتر وانستجرام، وان شاء الله باذن الله تستفادوا بكل الوصفات اللي احنا بنقدمها في قناه جيجي كل حياتي. وهسيب لكم مواقع التواصل الاجتماعي بتاعتي هسيبها لكم في صندوق الوصف، وكمان الموقع الجديد موقع جيجي كل حياتي، اتمنى ان انتم تزوروني في الموقع ان شاء الله يعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ووصفات جديده مع جيجي كل حياتي. باي باي. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد.